فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم في التبرؤ من المشركين مصارحتهم بالعداوة وإخبارهم بذلك أم لا؟ وهل يأثم العبد إن لم يخبرهم ويصرح لهم بالعداوة؟ وماذا يفعل إذا كان في بلد لو صرح لهم بذلك لناله الأذى وقد يؤدي به إلى أن يقتل؟ العداوة والبغضة لا بد منها، والتصريح حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب المقدرة على ذلك. نعم.